السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الكرام أينما كنتم، ومرحبا بكم في ليلة أخرى رمضانية تجمعنا بكم عبر شاشة قناة يمن الشباب. هذه الليالي التي نستضيف فيها عددا من المرشدين وكبار السن وكذلك بعض الدعاة كي نعيش الليالي بكل رونقها وروحانيتها في هذا الشهر الفضيل. سنبدأ حلقتنا حيث المتعة، حيث الكلام المفيد وكذلك الذكريات الجميلة، فتعالوا بنا نفتتح حلقة هذه الليلة بهذه الأنشودة. Oh
مرحبا بكم من جديد أيها الأعزاء في حلقة أخرى وليلة رمضانية مباركة من ليالي رمضانية عبر قناتكم قناة يا من شباب، مع ضيوف كرام هم نجوم حلقتنا ونجوم سهرتنا هذه. وكما استمعنا واستمتعنا إلى أنشودة الافتتاح مع مرشدنا عمر عيدروس شاب الذي نكمل معه الضيافة والسهرة لأنه امتعنا حقيقة في حلقاتنا الماضية، فمرحبا بك أستاذ عمر. حياكم الله أستاذ نزار، أنتم ومن السمعين ومن في العمل قائمين عليه، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. كما يسرنا أن يكون لدينا فضيلة الداعي عبد الله عوض بجام الذي سنكون معه في بعض من أخلاق وقيم ديننا الإسلامي الحنيف. مرحبا بكم شيخنا عوض عبد الله. حياكم الله وجزاكم الله خير، وليالي مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. ويأتينا من مدينة المكلا وافدا ضيفا عزيزا على ليالينا الرمضانية الأستاذ عبد العزيز محمد باسعد، رئيس فرقة حضرموت للإنشاءات سابقا، وهو شخصية تربوية معروفة. مرحبا بكم أستاذ عبد العزيز. حياكم الله، وأنا أسعد بهذا اللقاء الذي يضمنا في هذه الليالي المباركة إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. ودعونا كما استمعنا أيها الأعزاء إلى منشدنا عمر عيدروس الشهاب، هذه النشودة الجميلة أستاذ عمر، الفزازية واللوترية، هي من الأناشيد التي تقال في رمضان عادة. فإذا ما أردنا الحديث عن الإنشاد في رمضان، عرفنا عن الإنشاد في رمضان، ألوانه، أوقاته، مشاركات الأستاذ عمر. حياكم الله. الألوان المخصوصة بشهر رمضان المبارك من ألوان الإنشاد هي ما يسمى بالوترية في مدح خير البرية، وقد استمعتم في أول قصائدنا إليها، وهي كذلك يعني في أدائها تختلف عندنا في تريم باختلاف المساجد. عندنا مثلا في مسجد القوم، مسجد الأبي علوي، هم يبدأوا بالقلب مباشرة ولها أصوات كثيرة جدا، ما أكثر من لحن، أكثر من صوت، أكثر من صوت، نعم أكثر من لحن. وعندنا في مسجد المحضار يبدأوا في بدايتهم بما يسمى بالزمزمة، هذه اللي استمعتم إليها. نعم هذه زمزمة الوترية. ثم الزمزمة هذه كذلك لها قلبة غير هذه القلبة المعهودة والتي تنشد في مسجد الأبي علوي، قلبة أخرى، ثم تأتي الأصوات. وكذلك في الأصوات بعض أصوات متشابهة وبعض أصوات تختلف تماما عن الأصوات التي قبلها. نعم. وكذلك من ضمن الإنشاد المخصوص بشهر رمضان الفزازية، كذلك في مدح خير البرية، بصوت واحد نوت واحد ولكن صوت شجي، ويختلف كذلك باختلاف المنشدين والمؤدين لنفس هذا، يختلفون في الأداء وفي تنوع أصواتهم. كأن هذه الأناشيد تحديدا لا تقال إلا في رمضان. نعم، هذه مخصوصة بشهر رمضان المبارك. نعم، بعد التراويح، قبل التراويح، بعد التراويح عادة، أن بعد التراويح أن تكون في المساجد المدائح هذه. بالنسبة للفزازية والوترية هذه كلها مدائح في الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يسمى بالقوافي هذه كلها يعني أبيات وعظية مؤثرة جدا بكلماتها وبصوتها كذلك، اللحن المعروف المعهود. إذن إذا سمحت لك الفرصة الآن أن نسمع إلى شيء من أبيات القوافي. ممكن. نعم تفضل. تبدأ القوافي تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء هذه بدايتها، ثم تأتي الأبيات. الأبيات كلها بنفس النمط ونفس الأبيات الثلاثة الأولى قد تختلف قليلا، ولكن البيتين، البيت الطويل الأخير بنفس النمط. ويردد الحاضرون لا إله إلا الله نكون هو عضية. نعم. فيها ذكر الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. ويتدبرون فيها. ويتدبرون ويخشعون ويبكون. الله أكبر. الخشوع هذا اللي فقدناه نحن في العصر الأخير هذه. حياكم الله. كنا نسمع أول أنهم كانت المساجد تضجب لبكاء خصوصا في وقت الليل. نعم نعم سبحان الله، وتأتي في أوقات السحر ربما. نعم في أوقات. نعم. الله أكبر. إذن فعلا هي أناشيد رمضان وليالي رمضان لا شك أنها مليئة بالروحانية. وحبذا لو نقف الآن أستاذ عمر مع أنشودة أخرى، وهي لون من الألوان التي تقال وتنشد في ليالي رمضان، وهو ما يعرف هنا في تريم بالفزازية. نعم.
نعم تفضل. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه يا من علاه أرضها الجوزاء صلى الله عليه ولها على عرش الكمال سماء صلى الله عليه يا من مداه لم يصله ذكاء صلى الله عليه الله أكبر أفحم الفصحاء وتحيرت في وصفك الشعراء اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه من كان ليس لما حواه نهاية صلى الله عليه وله الكتاب على النبوة آية صلى الله عليه ما عرفته رواية ودراية صلى الله عليه الله أكبر ما لمجدك غاية أبدا فيدرك طورها القرناء اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه يا من جميع الكون فيه تسطرا صلى الله عليه وبضوئه ضوء الوجود تسترا صلى الله عليه يا مظهر الذات الذي وسع الورى صلى الله عليه محمد يا خير من وطي الثرى وسرت به شملولة العظباء اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه أوضحت من سر الحقيقة كامنا صلى الله عليه وأبنت في سير الطريق مواطنا صلى الله عليه يا من لنا في الحشر أضحى ضامنا صلى الله عليه أنت الذي ترد القيامة آمنا ولديك من ذي الكبرياء ثناء اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه معنى كمالك للبرية أيقظا صلى الله عليه حتى اهتدى غاوي الورى وتيقظا صلى الله عليه وشدى بنظم المدح فيك تلفظا صلى الله عليه أنت الشفيع غدا إذا زفرت لظى وتأخرت عن قومها الشفعاء اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه نعت الكمال من الكمال نسيب صلى الله عليه ولناعتيه بذاك منه نصيب صلى الله عليه اسمع مديحا يصطفيه أديب صلى الله عليه المدح يعذب نظمه ويطيب ويفوح منه لسامعه الطيب اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه
مرحبا بكم من جديد، وقد استمعنا واستمتعنا بهذه القصيدة الرمضانية الجميلة بصوت منشد الليلة المنشد عمر عيدروس بن شهاب، بارك الله فيك وحياك الله. أيها الأعزاء، سنقف الآن مع مشهد تمثيلي يؤديه أعضاء فرقة المسرة للتمثيل، ثم نعود لنواصل حديثنا حول ما تضمنه هذا المشهد التمثيلي. سمير، اليوم يا ولدي عندنا خطوبة. اليوم؟ نعم. عقوتك اليوم؟ نعم اليوم. أقف افتح الباب. يلا قابله. هيا تفضلوا. تفضلوا. السلام عليكم. السلام يا عبد الله، حياك الله، يرحمك. يا صديقي كنت وين؟ أهلا وسهلا، تفضل. حياك الله. الله يحييك. حياك الله. يا مرحبا. طيبين؟ لك أصح أخوان. مشان موضوع الخطوبة، هذا أخوي. إحنا ريال ما شاء الله. ما شاء الله. حياك الله. أبو لطفي. ما شاء الله، حرمته قبل سنتين توفت، وما شاء الله الحين تعرف أنت بابي يتزوج، عبرت عليه الفترة ذي مسكين الله. تمام. لها سنتين. ما يقول شيء. وعنده 2 أولاد كلهم مزوين. ما شاء الله. كل واحد بداره ولا عنده في الدار؟ عنده في لا الدار. عندي في الدار ثنياتهم. حياك الله. علم كل ما شاء الله كل واحد. اللي عملوا؟ هذا أبو لطفي. أبو لطفي. حياك الله ورد. حياك وسهلا. أنا سرعت. مقبلين إن شاء الله. إن شاء الله. موافقين. موافقين. إن شاء الله تبارك الله. يا رحمة إن شاء الله ويعرف الرسول. ما شاء الله. اليوم كيف الحين الزواج الحين؟ ولا كمان يوم قلت له ما شاء الله، هو قلت لك في بيته وعنده 2 أولاد. خلاص بس قول له الوعد خلاص. الوعد. الوعد خلاص بس هذي. على أسبوعين. أسبوعين يا ريت. خلاص. أسبوعين. حواك. افتح يا ولدي. افتح عندك شوف. هلا. أسبوعين شو قول طويلة كا قليل يعني. ما مشكلة حتى أسبوع الله يعزم. حتى جاهزين. جاهزين الحمد لله. خلاص سووا. أنا جاهزين. أوه ما شاء الله. أولاد ويا شو. يا حي وسهلا حياك والله. الله الحين عم. يا مرحبا وسهلا. إيش هو؟ مرحبا مرحبا حياك والله تفضل. أنا معك قبرت أبو ذا. منو؟ هو. وفوزي. أولاد أخوي. قولوا لي مبروك يا عيالي. قولوا لي مبروك يا عيالي. إن بغيت بنتك تمي تطرب في الشوارع. انت من انت يا ولدي؟ انت انا هذا ابوي. نحن ما موافقين على الخطوبه هذه ابدا يا ولدي. ما معنى جيل ابوي؟ قال لك بتاكل بتاكل بنتك توك واقف. لا لا بتاكل بنتك لا بتاكل بنتك. ما معنى شيء هذا شيء وايب عليك. شوف احسن لك توقف يا لطفي، خليك عاقل. حق لكم يا طيب لو سمحت. ايه اسمع بس. تضرب في المسايد توك زوج. ليش بتضرب المسايد؟ اسمع ايه اسمع. ايه يا عبد الله، عبد الله العفو منك. كيف اسمع ورع منك؟ بغيت اعمل ايه؟ ورع منك؟ ما بحد على الرصاص. برا روح منا برا. ايش طلب بده مساعد؟ تطلب المسايد بدي. طيب يا تحرك يا اخوان حدنا برا. برا. كم من مرة نخطب؟ ويصعون الخطوبة هذه يا الله هديهم ويصلحهم. لا أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة. ما أبغانا نتزوج أبدا. إيش من عيال هذيلا؟ ما هم فاكرين في أبوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أن إحنا مصدقين إنه يوافق ذا. الله يهديهم ويصلحهم بس. الله يهديهم بس. الله يهديهم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اخوي ابوي الله يحفظك. ابوي كمل يويع ولا لا حول ولا قوه. لا حول. روح اضرب على عمي. روح. لا حول ولا قوه الا بالله. ابوي الله يحفظك. ابوي ولا حل ابوي. سرع الحق الاول. ابوي موافقين. موافقين. اللي حصل بتزوي انا بتزوي. تجنن. لا حول ولا قوه. يا اخوي ابوي كنا سمعنا. اخوك هنا. اخوك كلمك. لا حول ولا قوة الا بالله. ابوي كانك ابوي. يعني ابوكم الحين تجنن. شوف ابوي. خلاص بس خلاص الحين. شوف ما معكم الا ابوكم ذا، تودونه مصحة ولا شيء وتعالجونه وخلاص. يعني هذا جنون خالص. وهذا السبب انتم.
أبوكم مسكين بغابة يتزوج، ومن حقه من حق الأب على أولاده أنهم يزوجون إذا احتاج زواج وينفقون عليه وعلى زوجته، هذا من حقه. ما هو أنتوا الحين راح بيخطب مسكين رحتوا فسحتوا الخطوبة وقلتوا له ما بنك تتزوج، إيش هذا؟ يعني حرام عليكم. شو هذا؟ أنت ومالك لأبيك، أي شيء أبوك يطلبه لازم تعطيه توفره له، وإذا أراد زواج زوجه. هذا انتوا عنده الان عقتوه الان عقوق، هذا يعتبر الله يهديكم. لو كان متزوج ما شاء الله مراته بتقوم وبتعتني به، يلا الان شو يلا لا اعتنوا به وكل شيء حول ولا قوه، يلا تمسك الله يهديكم. بس إذا تابعنا هذا المشهد، ولدينا هنا فضيلة الداعية عبد الله عوض بالشام. أستاذ عبد الله، تابعت معنا هذا المشهد حول بر الوالدين وهذه القيمة وهذه العبادة حقيقة التي ربما لا يلقي لها كثير من الناس بالا، ونحن في شهر رمضان، هذه المدرسة الإيمانية الربانية، دعنا نتحدث عن بر الوالدين وننطلق من رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة أن بر الوالدين في رمضان يكثر الحديث عنه، وهو من الأهمية في رمضان بمكان، لكن في ذاته بر الوالدين قرنه الله تبارك وتعالى لعبادته. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن اشكر لي ولوالديك. الحق سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فشأن الوالدين عند الله تبارك وتعالى عظيم ومكانتهم كبيرة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده رقيب مملوك فيشتريه ويعتقه لوجه الله، وهذا ما لا يتيسر في هذا الزمان قط. ومع أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان التوجيه الأكثرية من أصحابه رضي الله عنهم، ربما بعضهم خرج من بيئة كفر وأسلم، كانت لهم مواقف مع والديه، منهم من أوذي بسبب والديه، ولكن الحد الفاصل في الإيمان والكفر لا يتأثر بالبر للوالدين فيما تعلق بالخروج عن المنهج. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي وفدت علي وهي راغبة، يعني ما ترغب في الإسلام أبدا، راغبة عن الإسلام، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك وهي على الكفر. لكن سيدنا أبو عبيدة بن الجراح في غزوة بدر، وهي من حوادث رمضان، كان تقابل مع والده، والده كافر وهو على الإيمان، فكلما قابل والده انصرف عنه، ما يريد أن يواجه والده، لكن الأب كلما هرب الولد جرى خلفه، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، فما مع الإبن إلا أن يقتل أباه، وإن كان الأب لكنه خرج عن الحج. وفيه نزل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، إلى آخر الآية المباركة. فشأن الوالدين عند الله تبارك وتعالى ذا منزلة رفيعة عالية جدا، لا يقدر الإنسان أن يصلها إلا أن يسأل الله تعالى أن يرضيهما عنه وأن يعينه على بره إن شاء الله. نعم أستاذ عبد الله، أحيانا ربما يجور الوالد إنجاز التعبير في تربية أبنائه، ربما لا يحسن إليهم، فهذا يؤدي إلى لون من أنواع العقوق. نريد أن نعرف ما هي الوسائل التي من خلالها يستطيع الأب أو الأم أن يساعد أبنائه على بره. ورد الحديث: رحم الله والدا أعان ولده على بره. ولا مجال أوسع وأقرب وأيسر من أن يعين الأب ولده على البر من سوقه إلى جانب العلم والتعليم، لأنه الابن كلما تعلم وتعرف وعرف أحكام الحق تبارك وتعالى ومنزلة كل ذات ومنزلة كل أمر، عرف أن للوالدين عند الله تعالى مكانة عظيمة، وبرهما بالمنزلة الكبيرة في الطاعات، فقدم حقهما على حقه، وقدم حقهما على حق زوجته، لأنه ربما قد يكون بعض الأبناء بارا إلى قبل الزواج، فإذا جاءت الزوجة أصبح توسطت الخط كما يقال، دخلت بينهم فانشقت الحبة، وربما لا تعتدل القسمة ولا تكون بالمنتصف القسمة، فيكون شيء من الميل أكثر إلى جهة الزوجة أو غير ذلك. أحيانا قد يكون ليس الميل إلى مجرد الزوجة ولكن حتى إلى الصاحب،
جاء في الحديث عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فعلت أمتي 15 خصلة فقد حل بها البلاء. وذكر من بينها: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفاء أباه إلى آخر الحديث. فالوالدين عليهم واجب نحو الأبناء اختيار الأم، ولله الحمد والمنة بلداننا أهل الإسلام وإيمان، نسأل الله تعالى أن يزيدنا في مراتبها ويثبتنا عليها، وأن يحسن له الاسم وأن يعلمه القرآن، وفي رواية ويزوجه إذا أدرك أو إذا بلغ. ولكن هذه كلها مترابطة بفهم عند الأب ينقله إلى ولده بحسن التربية وقربه من الابن، هذا الذي يضمن له عدم خروج الابن بعيدا عن تربيته وعن الفكر الذي يريد أن ينشئ عليه ولده، إضافة إلى الهم الذي يعمر قلب الأب بدعائه ومتابعته وقربه من أبنائه. كثير ربما من الآباء يشتكي من أولاده، ولكن هذه الشكاية هو ربما سبب فيها، إما قد البعض ونقول إن شاء الله قليل لا يكترث بالطعام الذي يجلبه والأسباب التي تكون منها دخله، لا يهتم بها ولها أثر كبير في تنمية جسمه وتنمية أولاده. سبب ثاني عدم قربه من أولاده، ربما تجد أحيانا الابن أو البنت أو أهل البيت الواحد يفتقدون الأب، تمر الساعات الطوال يجلس مع أصحابه موجود ولكنه غير موجود، يعني قد يكون أحيانا غائب تماما، وقد يكون أحيانا موجود بجسمه في البيت ولكنه مشغول مع وسائل التواصل مع شيء، يعني من البرامج، يعني الدور الحقيقي للأب يكون مفقودا في هذه لكن الحلوة. لما تترك هذه كلها ويكون على مقربة منهم، يجلس هو الشاشة لهم والأم هي الشاشة لهم وهم الشاشة له. الله أكبر. وإن شاء الله ربنا يجعل البر حليف كل السادة المشاهدين، وأن يسعى الآباء من أجل أن يعززوا هذا المفهوم وهذه القيمة الإيمانية العظيمة، كما أشرت أن الله سبحانه وتعالى قارن بينها وبين عبادته وبين التوحيد. بارك الله فيك. ودعونا أيها الأعزاء المشاهدون أن نستريح الآن مرة أخرى مع أنشودة أخرى مع مرشد ليلتنا الأستاذ عمر عيدروس بن شافل، تتفضل. بارك الله فيك. ودي أزور المدينة وادعو رب البشار، يلا تفضل فضيلة يسر لنا ما عسار، بزور طه حبيبي لحسن باهي جميل، في البعد روحي عليلة والجسم كله عليل، بزور طه حبيبي لحسن باهي جميل، في البعد روحي عليلة والجسم كله عليل، ودي أزور المدينة وادعو رب البشر، تفضل فضيلة يسر لنا ما عسار، بزور طه حبيبي لحسن باهي جميل، في البعد روحي عليلة والجسم كله عليل، بزور طه حبيبي لحسن باهي جميل، في البعد روحي عليلة والجسم كله عليل، مسكين قلبي يعاني مسكين ماله أنا، يسهر يعد الليالي والبعد كله عنا، مسكين قلبي يعاني مسكين ماله أنا، يسهر يعد الليالي والبعد كله عنا، والعين تسكب دموعي الخد دايم تسيل، البعد روحي عليلة والجسم كله عليل، والعين تسكب دموعي الخد دايم تسيل، البعد روحي عليلة والجسم كله عليل، تسأل دموعي عيوني متى بلوغ المرام، قالت عيوني جوابي في الليل
سل دموعي عيوني متى بلغ المرام. قالت عيوني جوابي في الليل منل المنام يا دمعة العين جودي ليتم يسر السبيل. البعد روحي علينا سعيد كثر فيض المدام اشوف القريب البعيد يلا عسالي بنظرة والقلب يصبح سعيد. زور النبي المشفع ويخف حمل الثقيل. البعد روحي علينا والجسم كله علينا. البعد روحي علينا والجسم كله علينا. والعين تسكب دموعي عالخد دايم تسيل. البعد روحي علينا والجسم كله علينا. في البعد روحي علينا والجسم كله علينا. لازلنا نتواصل معكم في سهرتنا وليلتنا الرمضانية هذه مع ضيوفنا الكرام الأعزاء المشهد عمر عيدروس وكذلك فضيلة الداعي عبد الله عضبجهام، ولدينا أيضا أستاذنا الأستاذ القدير عبد العزيز بسعد. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز، وأنتم لكم باع طويل وعريض في مجال الإنشاد وقد رأستم فرقة الإنشاد لحضرموت. ونحن في شهر رمضان، لا شك أن رمضان تميزه أهازيج خاصة لدى الأطفال لدى النساء. ربما حدثنا عن التواشيح الرمضانية وما يختص بالأهازيج للأطفال. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بأني أكون ضيف هذا البرنامج. ونحن أسعد. وإذا تحدثنا عن رمضان كان زمانا في قلب كل إنسان، وبالذات سأعطي صورة مقتضبة جدا حول ما يتغنى به أو ما ينشده أو تنشده النسوة وكذلك أيضا الأطفال في رمضان. نحن نعرف دائما أن النسوة عندما يأتي أو قبل أن يأتي شهر رمضان يأتين بحاجاتهن من السوق، وهناك كان ما فيش كان خلاط ولا كان كسارة مثلا حب ولا شيء، ولكن كانت هناك أدوات مختلفة اسمها المناحيز وكذلك أيضا المرهة هذا قبل الكهرباء طبعا قبل الكهرباء وقبل أيوة المناحيز معروفة. المناحيز جمع منحاز أيوة، والمرهة اللي هي يسحقنا بها الحبوب. الثوم لا الثوم والبسباس ها. البسباس ويكون حتى طعمه لذيذ جدا جميل أيوة، وكذلك أيضا المنحازة كافة أنواع يعني معروف المنحازة هذا الذي أيوة تلك به طبعا ينشدنا كانوا في هذا الوقت، هو في نفس الوقت يعطين بعض الله يرحبوا بشهر رمضان أو يرحبنا بشهر رمضان، يقولون يا مرحبا بك شهر يا رمضان.
يا مرحبا بك يا رمضان شهر السعادة والغفران، يا مرحبا بك يا رمضان فيك الشريبة ولحم الضان، يا مرحبا بك يا رمضان شهر الفضيلة والإحسان. هذه الثلاث الأشياء كأنهن يعني استقبلنا أولا رمضان بالسعادة والغفران، يتمنى من الله سبحانه أن يديم علينا السعادة ويغفر لنا في هذا. ومنتصفه يقول لك لأن هذه الأكلة الوحيدة اللي الشريب اللي الشربة تصغير يدلعونها أيوة. وهذا عملية المصالحة لم تأتي عن طريق النسوة فقط ولكن حتى للأطفال. وكأنها برضو أيضا في الأخيرة شهر الفضيلة والإحسان، معناها يتمنين من الله سبحانه ويدعونا بأنه يجود عليهم بالفضيلة والإحسان، وبرضو أيضا النظر إلى المحسنين في ذاك الوقت، لأن المحسن هو زكاة الفطر وزكاة البدن وزكاة يأتين أو تأتي في نهاية شهر هذا بالنسبة رمضان للنساء. هذه بالنسبة للنساء. نعم. بالنسبة للأطفال وبالذات البنات، لأنهن يتغنين بالذات في مكان أو موقع يقولون له الصيامة. الصيامة هذا دائما يأتي أو تأتي من أول يوم في شهر رمضان، عبارة عن إلى نهايته عبارة عن مساحة بسيطة، الآباء أولياء الأمور يأتون بالحصي الحصحوسي، نحن نقول له حصحوسي ملسة تأتي من البحر، ويفرشونها ويهيئونها للصيامة. الصيامة تجمع بعض البنات اللي هي جالسات واللي هني لعبا بألعاب مختلفة، البنات الصغار ديلا معاهن القفة الصغيرة، ما فيش كانت حقيبة ولا كانت فيها نوع من الأيوة شنطة أو شيء، كانت القفة الصغيرة هذه تفتح فيها كل المأكولات، وكانت الزمزمية حق الماء عفض الماء موجود. يتغنين هؤلاء يقولون إيش؟ يقولون في الألعاب، لأنه اللي تلعب يخشيب نودي نودي، يخشيب نودي نودي نودي، سلم لي على سيدي على سيدي، وسيدي سافر مكة سافر مكة، وجاب لي زنبي الكعكع زنبي الكعكع، والكعكع ساقط في البير ساقط في البير. يعني مثل هذا بس بلحن حلو جميل بالأصوات أيوة البريئة أيوة الأطفال. وبعدين الأغنية الثانية يقولون يا ذا القطار يا ذا القطار سلم على أمي وأبوي. القطار هنا مش القطار اللي نعرفه نحن الهود، ولكن سرب الحمام. الله، يخاطبون سرب الحمام لأنه الحمام طبعا متنقل. لما يا ذا القطار يا ذا القطار سلم على أمي وأبوي وقول لهم شو فاطمة تحت الجبال الهايمة بغبغو بغو 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 بغو. هذه بغبغو يعني عن البغاء عن الطيور، صوت الطيور. طيب استاذ عبد العزيز، وهذا الآن يجعلنا نتوقف ضرورة من أجل أن نستمتع بنشيدة أخرى مع مشد ليلتنا، المشد شيخ المشدين حقيقة الأستاذ عمر عيدروث من شافة. تتفضل، بارك الله فيك. لطاف وانتهى الفعلك علينا.
فلوس الطار يسكر واليرع يورث الجنان. صلوا على نور المنازل محمد الهادي الدليل، شفيعنا يوم الزلازل يوم الخلايق في عويل. اشهد علي في كل ما حضر اني قتيل الورد غان، ولا اخترتنا زين ومدلايل ولا علي من حد قتيل. صلوا على نور المنازل محمد الهادي الدليل، شفيعنا يوم الزلازل يوم الخلايق في عويل. شفيعنا يوم الزلازل يوم تمر دقائق سريعة معكم أيها الأعزاء ومع ضيوفنا الكرام المنشد الأستاذ عمر الذي يمتعنا بين الحين والآخر بهذه الوصلات الإنشائية الجميلة، وكذلك الأستاذ عبد الله بجهام والأستاذ عبد العزيز بسعد الذي يمتعنا أيضا بأصواته الجميلة. ولكن دعونا نتحول إلى المنشد عمر، ونريد في رمضان لا شك أن عمر عيدروس بن شهاب له مشاركات في هذه الليالي الرمضانية، أين يكون دورك في الإشارة في هذه الليالي الرمضانية؟ غالب المشاركة تكون في مسجد المحضار، لكون اعتاد الصلاة هناك الساعة 12 إلى ما بعد الساعة 3 وقريب السحور، وهناك يعني توزع المدائح هذه على الحاضرين المشيدين ذوي الأصوات الحسنة، فمثلا الوترية هذه يوزعوها على اثنين، مثلا الأول يزمزم يأتي بالزمزم ثم يأتي الثاني ويقلب القلبة ويأتي بالأصوات اللي ما بعد القلبة. أحيانا أتقدم الوترية هذه بالزمزمة، وفي بعض الليالي يكون أقلب، وفي بعض الليالي الفزازية، وفي بعض الليالي كذلك القوافي. فأغلب المشاركات هي اليومية تقريبا تكون هناك في مسجد المحضار، ثم إذا جاءت أيام ليالي الختمات يعني ختمات المساجد يكون التنقل في المساجد المعمول فيها الختم، ويكون كذلك هناك مشاركة بالأناشيد وكذلك بالقراءات المخصوصة الوعظية في تلك الليالي الرمضانية التي فيها ختام الليالي الرمضانية في بعض المساجد. ما شاء الله. نعم. وطبعا إلى جانبك عدد من المشيدين الآخرين. نعم كثير ذو أصوات يعني جميلة وشجية جدا. ما شاء الله. نعم. الله أكبر، بارك الله فيكم أستاذ عبد الله. ونحن نختم هذه الحلقة وحديثنا عن بر الوالدين، وذكرت في معرض حديثك أن الابن ربما يكون بارا بأمه تحديدا إلى ما قبل الزواج، وإذا جاءت الزوجة نافست كلمة لهؤلاء أمك ثم أمك ثم أمك. من لطيف ما كان يذكر أن رجل يسأل ولده وأمامه الأم، يقول لولده يا ولدي كيف تحبنا؟ قال له أبوي أحبك مرة وأحب أمي ثلاث. ففهم الأب وأيد الولد على هذا الفهم،
لأنه مستقى من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يقول فيه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، الذي يلفت النظر في التأكيد على الأم ثلاث، أنها أولا هي صاحبة العطف والحنان الأكبر، وهي المهضومة الحق، وهي التي يعني الخوف يكون من الأب أكثر منها، وإضافة إلى أنه القسوة التي تكون معها من الابن أحيانا إن صحت اللفظة تؤثر عليها أكثر من الأب. فبعض الآباء قد يجفوا مثلا على ولده بسلوب أو بموقف حتى قد يصل الحد إلى الضرب أو الطرد أو إخراجه من البيت لسبب أو آخر إذا تأزمت الأمور، لكن ربما تجد الأم لا تزال تحني، ومهما كانت الظروف الأم هي الأم، وربما دافع عن ابنها، يعني دافعت عن ابنها أحيانا ربما حتى يعني من حرصها قد تغلبها العاطفة فتقع في شيء من الكذب أو غيره من أجل تبرر لولده. فالأم يعني لا يقدر أحد أن يصل في جزاء عليها. حبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما زار قبر أمه جلس بجواره يبكي. نسأل الله أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم إن شاء الله. أستاذ عبد العزيز، ونحن نختم أيضا حلقتنا هذه، نود منك أن تمتعنا أيضا بنشيد آخر وجميل، وربما هناك الشامية والصيامة مثل ما أشرنا، أمتعنا وزدنا من هذا الفن الجميل. طبعا تواصلا مع ما يقولون الأطفال البنات بالذات، يما صيامة، وكله بالتصغير، يما صيامة لقي لقيمة، يا مغرب الدان قول الله أكبر، والبريمة تبربر والتني نار يعلق. يعني من هذه الصيامة معناها تصغير لصائمة، ولقيمة معناها تصغير للقمة، والبريمة تصغير لبرمة، تبربر يعني تفور، والتني نار يا برضو أيضا لكلمة النار وتصغير للتنار. أما بالنسبة لل كما ذكرت بالنسبة للشامية، طبعا هو المطبل، كما المطبل نحن نقول المطبل، وهو المسحرات اللي يوقظ الناس. طبعا عندما يأتي شهر رمضان أولا يقول يا مرحبا يا رحبوا يا صائمين شهر رب العالمين، عادها الله علينا وعليكم يا سحور يا حسين سحور، قم الناس قامت وانت عادك يطرب على على حسين على احمد. أيوة. على فكره المخرج حقنا اسمه حسين. انا عارفه وهو امامي الان. الله اكبر. بعدين بالنسبه للشاميه، هم نفسهم المطبل هذا بعد الليالي الرمضانيه كلها لما يطبل ويقوم كان يجي في الشاميه نهايه تبدا عندنا نحن من 26 رمضان، وكأنه يجبي ما جهده وعمله اللي كان يقوم راح يقبض الناس، اللي يعطيه الرز اللي يعطيه البر اللي يعطيه الودع، بس يقول شمية شمية رمضان جابته بنية. رمضان مش شهر رمضان لكنه واحد رمضان شهير اللي هو نفس اللي وشمية شمية سماها رقية شمية وعطونا رز شوية شمية شمية دار مندل جديدة الله يعافي مولاها هاتوا شوية شوربة ولا كسرنا الفورمة. يعني مثل هذه الأهازيج وهذه اللول طبعا كانت حلوة، وتقريبا الآن راحوا الآن مع الإنترنت ومع الفيسبوك والناس الإذاعة والتلفزيون، ولكن يبقى النشيد هو النشيد، ويبقى هو النشيد. نعم فعلا، وهو الذي نعم وعند النساء وعند البنات. نعم إن شاء الله. ونحن وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه، ونجدد لكم الشكر ونكرر لكم الشكر دائما وأبدا ضيوفنا الكرام، كما أننا نشكر كل المشاهدين الذين يتابعوننا في هذه الليلة الرمضانية. ودعونا نختم حلقتنا بإنشودتنا مع مرشد هذه الليلة وهذه السهرة الرمضانية الماتعة المرشد عمر عيدروس بن شهاب، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. دمتم في حفظ الله وأمانه، وشهركم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وداني دانا دان وداني داني دان دان وداني دانا
دان وهداني دان وداني دان دان وداني داني دان يا مساكين حامد لو زمان حاير يدير الفكر يا مساكين حامد لو زمان حاير يدير الفكر ما معوق طحيله رك حاله وجسمه في الهوى مسكين دان وداني دان وداني دان دان وداني داني دان دان وداني دان دان وداني دان وداني دان دان وداني داني دان قربوا لي كفنا من صدوده حس عمري قصر قربوا لي كفنا من صدوده حس عمري قصر قل له ارحم قليله قبل يمسي محبك في الثرى والطير العسر يتبدل لنا يسر دان ودان 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 دان ود
مفتوح بابه يا إلهي عسى للروح دعوة مجابة لي بها يشتفي ما حزون مما أصاب.